بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أولا وآخرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلوات الله الدائمات السرمدية على أشرف خلقه أجمعين من الأولين والآخرين محمد وعترته الطيبين الطاهرين واللعائن الدائمات على أعدائهم من الأولين والآخرين من الإنس والجن أجمعين. أسعد الله أيامكم، أسعد الله أوقاتكم، السلام عليكم جميعا أيها المؤمنون أيتها المؤمنات، ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدما تحدثنا في الحلقة الماضية عن طلب الحرام، نتحدث الآن معكم في عنوان التورع عن الحرام، يعني كيف يتورع الإنسان عن الحرام، كيف يبتعد عن الحرام، كيف يبتعد عن أماكن الشبهة التي نص عليها ديننا الحنيف. صراحة عبارة جميلة للسيد الراحل يقول فيها: الحرام بمنزلة العقرب يلدغ الإنسان ويفسد دنياه وأخرى. هذه العبارة تستحق التأمل جدا. الحرام بمنزلة العقرب يلدغ الإنسان ويفسد دنياه وأخرى. انظر إلى هذا التشبيه الذي استخدمه السيد الراحل طيب الله ثرى. العقرب حينما يلدغ ابن آدم يسبب له آلاما مبرحة، من هذه الآلام آلام اللدغ، ومن ثم حينما يسير السم في دمه تبدأ الآلام بالانتشار أكثر حتى يفسد من جهازه الدموي أو من جهازه العصبي مكانا، أو أنه يتلف مكانا آخر من جهاز الأعصاب. هذا إن لم يقم المعالجون بمعالجته بشكل سريع، ولذلك ترى أن المسموم أو أن الملدوغ يتحول جسده إلى لون آخر، وممكن يتعطل جزء كبير من جسده فلا يقوى على الحركة غالبا. التحلل من الحرام يحتاج منك أيها الأخ المؤمن أيتها الأخت المؤمنة، وأنا أوجه خطابي إلى الإخوة لأن الإخوة يعني الرجال غالبا هم الذين يعملون في ميادين الحياة، وهم المبتلون دوما في مسائل المكاسب المحللة أو المحرمة. أي أمر فيه شبهة، أي أمر فيه مال حرام، إن لم تعلم الحكم اتصل بأحد العلماء الثقات وسله، وبناء على جوابه الشرعي تصرف، ولا تجعل الشيطان اللعين الرجيم يقوم بمحاولاته الدهائية الوسواسية الشيطانية اللعينة معك، وأن لا تسول لك نفسك، وأن لا يزين الخبيث لك هذا العمل، وقل إن كل حرام أنا سأبتعد عنه، أتورع عنه. وتذكر أن الإسلام المحمدي الأصيل يحذر دوما من الحرام ويمدح المتورع عن الحرام. هناك يذم فاعل الحرام، هنا يمدح المتورع عن الحرام. وفي هذا الخضم أنقل حديثا للنبي صلى الله عليه وعلى آله: ثلاث كلمات، خير دينكم الورع، خير دينكم الورع، يعني الورع مصفوف في الصف الأول في باب المتدينين الذين نطلق عليهم، نحن عندنا
في لبنان هون بنقول جماعة الملتزمين مثلا، انه هذا ملتزم. وكمان بنقول لكم قول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله: من لقي الله سبحانه ورعا أعطاه الله ثواب الإسلام كله. أعطاه الله ثواب الإسلام كله، يعني المتورع عن الحرام ممدوح على لسان النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله، الذي لا ينطق عن الهوى. لكن هناك في الحلقة الماضية إذا تلاحظون أوردت أحاديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله تذم طالب الحرام، هنا تمدح المتورع عن فعل الحرام. وقال الإمام الباقر عليه السلام: وإن أشد العبادة الورع. الورع من أشد العبادة، بمعنى أن الإنسان الذي يعبد الله سبحانه وتعالى حينما يتورع عن فعل الحرام يكون في مراحل شديدة، هذه المراحل يقاوم بها إبليس، يقاوم بها نفسه الأمارة بالسوء، يقاوم بها المغريات الدنيا، ومن ثم ينطلق بشدة وبقوة وبإيمان وبتصميم إلى رحاب طاعة الله سبحانه وتعالى بالابتعاد والتورع عما حرمه سبحانه وتعالى. وقال أيضا الإمام الباقر عليه السلام: ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، فاتقوا الله واعملوا لما عند الله. ليس بين الله وبين أحد قرابة أحب العباد إلى الله تعالى وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته. المسألة مش مسألة شكل ومنظر ولحية وسبحة وكم كلمة حلوين، لا، المسألة تحتاج إلى جهد وإلى اجتهاد وإلى جهاد. مش المسألة هيك إنه والله أنا نايم وفقت الصبح رتبت حالي مشطت دقني لبست لي خاتم وحملت سبحة وأنا صرت مؤمن، وإذا انعرض علي من هذا وذاك 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 أمور محرمة ما بتورع عنها، ومن ثم أذهب في خضم العاصين نستجير بالله وبروح يلا وبدل مظهري مظهر هيك المتدينين. هذا خطر جدا، هذا من مصاديق النفاق نستجير بالله تعالى. وأيضا أنقل لكم حديثا عن إمامنا الصادق عليه السلام يقول: أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد، واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه، أي اجتهاد لا يرافقه ورع لا ينفع صاحبه. لذلك إذا نجد من شروط الفقهاء، من شروط الفقيه العادل ماذا؟ رينا بالرسالة العملية، رينا بالمتون الفقهية، أنه أن يكون ورعا، يتورع عن فعل الحرام، يبتعد عن فعل الحرام، يخاف من فعل الحرام. وأيضا قال عليه السلام: اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع. الذي يتقي الله سبحانه وتعالى لابد أن يصون دينه، وصيانة الدين لا تكون إلا بالورع عن محارم الله. يعني أنت اليوم بتجي بدك تصون هذا النهج، بدك تصون هذا الدستور، بدك تصون حياتك، بدك تصون مسلكك، بدك ترتب أمورك مع خالقك، هيدي الأمور كلها سوا تذهب مذهبا واحدا، وهو أن تصون دينك من خلال شو؟ الورع عن محارم الله عز وجل. عليكم بالورع، فإنه لا ينال ما عند الله تعالى إلا بالورع. وقد ذكر السيد الراحل عشرات الأحاديث في هذا الباب. ويكفي أن نعتبر من حديث واحد أيها المؤمنون. يعني اليوم بس يجي حدا لعندك ويقول لك: تعا أنا عندي تجارة رابحة، يرسم لك طريقا مزهرا
وحينما تخطو الخطوة الأولى في هذا الطريق يظهر الشوك المغطى بالورود، بمعنى تظهر المحرمات التي زينها لك. مباشرة اقطع الطريق، مباشرة ابتعد، مباشرة اعمال حساب بس لساعة اللي بيحضر فيها ملك الموت سلام الله عليه. اعمل حسابا للحظة الموت وللحظة نزولك في القبر وللحظة ما بعد القبر. ويا أخي اشتغل مصلحة مع ربنا سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى السيد والمولى الحقيقي والمالك الحقيقي ونحن العبيد. أصلا صفة العبد مدح، مدح به المصطفى صلى الله عليه وآله ومدح به حينما قدم العبودية على الرسالة، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. العبد هو ذاك الذي يطيع سيده دون أن يسأله عن زيد أو عمرو أو عن سبب، أو فقط يطيع. والله تعالى ما جعل شيئا حراما إلا لمضرة على المستوى الفردي والمستوى الاجتماعي، وهذا الفقه أمامك. تعال نفنده واحدة واحدة، ستجد أن المحرمات هي من أجل مصلحتك الخاصة ومصلحة المجتمع، وأن الواجبات لمصلحتك ومصلحة المجتمع، وكذلك المستحبات وكذلك المكروهات. أيها المؤمنون، علينا أن نتورع عن محارم الله تعالى، وعلينا أن نكون رسل خير في ديننا، في مجتمعنا، في بيئتنا، في دول كثيرة قد تطأها أقدامنا، لنكون من الذين يفشون حقيقة الإسلام ويبشرون بتعاليم الإسلام، حتى نرضي عنا إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا عرضت أعمالنا عليه في كل يوم خميس واثنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.